بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذكرنا أمس محورا حول الوحي الشيطاني، وارتئينا أن نكمل هذا البحث لأنه لا يخلو من فوائد عديدة بعد ورود الادعاءات المختلفة من بعض من يسمي نفسه أهل العرفان أو الفلسفة أو الفرق الباطلة. فنقول الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طرق الشيطان للتأثير على الإنسان متعددة، منها الوسوسة، فيأتي ويوسوس ويشوق ويحرض على فعل المعاصي، وهذا طريق معروف بين. طريق آخر وهو المشاركة في الأموال والأولاد، يشارك في نطفة الإنسان عندما ينعقد إن لم يبسمل، ويشارك في أموال الإنسان، وهذه المشاركة لها آثارها الوضعية طبعا، لأن المال الذي اشترك فيه الشيطان يؤثر على نفسية الإنسان وعلى مشاعر الإنسان، بل على بدن الإنسان وعلى حياة الإنسان بصورة عامة. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام طبعا في الآية المباركة وشاركهم في الأموال والأولاد، الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا توضأ أحدكم، توضأ يعني وضوء العبادة، وضوء نور وهو عبادة، ولكن مع ذلك أنت اللي تريد تأتي بهذه العبادة، والعبادة لا يؤتى بها إلا قربة إلى الله عز وجل، وإلا هذا ما يكون وضوء، يكون تبرد وتبريد بالماء. فالإمام يتفضل ويقول: إذا توضأ أحدكم ولم يسمى، بسم الله الرحمن الرحيم، كان للشيطان في وضوئه شرك. الشيطان يشترك في الوضوء نفسه، يشترك في هذه العبادة، وإن أكل أو شرب أو لبس وكل شيء صنعه ينبغي له أن يسمي عليه، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك. الشيطان يشارك في كل صغيرة وكبيرة، طبعا إن اشترك الشيطان فماذا يفعل؟ مثل ما مثلنا قنبلة أو تي ان تي، مقدار من تي ان تي لينفسه في العمل كله. النقطة الثالثة هي الإراءة. الشيطان يري للأفراد بعض الأمور، بعض التوهمات، يتصورونها أمور حقيقية، ولكنها يعني يرونها، يرون أمورا حقيقية يتصورونها من الله ولكنها من الشيطان. ذكرنا بعض الروايات وبعض التفصيل أمس في رواية أمير المؤمنين سلام الله عليه لكميل، إن لهم يعني الشياطين خدعا وشقاقة وذخارفة ووساوسة وخيلاء على قدر كل أحد قدر منزلته في الطاعة والمعصية. إذا هذا كلش مطيع الخيلاء يكثرون عليه، إذا هو عاصي ما يحتاج، هو جاي بالطريق، إنسان عادي ما يحتاج لشياطين كثر، واحد يكفي للإغواء والإغراء. أو إذا كان رجل عاصي ولكن تبوأ مقعدا رفيعا، فهنا هم أيضا يأتون إليه للمزيد من الفساد والإفساد.
فبحسب ذلك يستولون عليهم بالغلبة، يعني يكثرون الحضور حتى يستولون يغلبونهم. يا كميل، لا عدو أعدى منهم، من هؤلاء الشياطين الأبالسة، ولا ضار أضر بك منهم، كل ضرر قد يجبر، بس أسوأ المضرات ضررهم. أمنيتهم، كل واحد له أمنية في الحياة، شنو أمنية الشياطين؟ شنو هدفهم؟ شنو غايتهم؟ أمنيتهم أن تكون معهم غدا إذا اجتثوا في العذاب الأليم، يكثرون الناس إلى جهنم إلى الحضيض، هذا همهم، كل هدفهم. يا كميل، إنه يأتي لك بلطف كيده. شوفوا الأموال المجعولة تكون على طريقة الأموال الصحيحة. الواحد إذا يريد مثلا يضرب سكة مجعولة، يضربها على الطريق اللي هي رائجة وموجودة، يطبع لورقة نقدية مثلا على 25,000 دينار مثلا يطبع، أو على 100 دولار. إذا واحد طبع ورقة على 150 دولار، طبعا هذا ما يمشي بالسوق، كل واحد لما يشوفه يعرف أنه ورقة مجعولة غير حقيقية. فهؤلاء يأتون بلطف كيدهم، يعني بكيدهم الخفي. كيف المؤمن كيف ينصاع للشياطين؟ يؤثرون عليه في الطاعات، ولكن يزرعون فيه العجب. هو يطيع الله، يقوم الليل، ولكن أيضا بالطاعة يزرع العجب في نفسه وفي فؤاده، هو هاي المشكلة. إنه يأتي لك بلطف كيده، فيأمرك بما يعلم أنك قد ألفته من طاعة لا تدعها. أنت مستمع على صلاة الليل، هو هم يجيك ويقول صلي صلاة الليل، وهكذا يتراءى لك أمرا صوتا شبحا يأمرك بصلاة الليل، فتحسب أن ذلك ملك كريم، ملائكة، وإنما هو شيطان رجيم. فإذا سكنت إليه، إجاك كل ليلة وتصورت وحي وقذف في القلب أو لطف خفي إلهي، تسكن إليه، بعد ذلك يستولي على مشاعر الإنسان والعياذ بالله. واطمأننت حملك على العظائم المهلكة التي نال نجاة معها. تتورط العظائم المهلكة، يقع الإنسان في بئر عميقة لا يمكن الخروج منها، يهوي في مكان سحيق. الإمام الرضا سلام الله عليه، اللي ذكرنا أشرنا إلى الرواية في البحث السابق، أنه يقول أشهد، هذا يونس بن ضبيان اللي قال أنا شفت جبرائيل ليخاطبني إني أنا الله رب العالمين في الطواف، الإمام يقول أشهد ما ناداه إلا شيطان. هو مو كاذب في دعوة، ولكن الشيطان هو الذي ناداه، فهو سمع صوتا وتصوره جبرائيل ورآه، وإذا تراءى له كأنه جبرائيل ولكنه الشيطان. المكاشفات إذن لا يطمئن إليها، ما يمكن واحد يجي يدعي المكاشفة أنه أنا الحجب ارتفعت من أمام عيني فرأيت ورأيت ورأيت. يمكن فد واحد يكون طيب مؤمن وترتفع عنه الحجب، ولكن لا ينقل. لذلك في التوقيع من ادعى الرؤية فكذبوه، ألا فمن ادعى الرؤية فكذبوه، يمكن البعض من العلماء يصلون بمخطر الإمام ولكن لا ينقلون، وإذا نقلوا لا يقولون بأننا نواب خاصون للإمام أجل الله تعالى فرجه الشريف. يمكن البعض يقولون الرؤية، يعني الرؤية التي تستدعي النيابة الخاصة، لأنه الآن العلماء إما حملوا الروايات على بعض المباني أو نواب عامون على بعض المباني، ما عدا النيابة الخاصة، انتهت النيابة الخاصة بانتهاء فترة الغيبة الصغرى. لذلك هو ابن عربي اللي إلى مكاشفات، هو يصرح ويقول المكاشفة صحيحة، ولكن لازم نشوف هل هذه المكاشفة من منشأ رحماني أو منشأ شيطاني؟ فهو هذا أيضا يقر بذلك.
يقول فعلم الإلهام القذف في القلب أو الرؤية هو أن تعلم أن الله ألهمك بما أوقره في نفسك ولكن بقي عليك. يعني يمكن الله يلهم شخصا ولكن بقي عليك أن تنظر على يدي من ألهمك، هذا الإلهام من وين الوسيط، وعلى أي طريق جاءك ذاك الإلهام، من ملك أو شيطان. يمكن إلهام شيطاني يكون، فهو الإلهامات والمكاشفات التي حصلت له والإدعاءات الباطلة التي صدرت عنه، إما إلهامات شيطانية أو توهمات وتخيلات. إذن قد يكون تكون المكاشفة للإنسان بالترائي أو سماع صوت حقيقي، ويمكن أن يكون أيضاً بالمأنوسات الذهنية. الإنسان قد من الصغر سامع لقضية من الصغر، فهذه القضية أصبحت عنده من مأنوساته، فبعد ذلك يبين يقول أنا شفت هسه في عالم الرؤية، في عالم المكاشفة أو كذا، أو ألهم في قلبي ماذا هذا الذي أنسه من الصغر. مثلاً المخالفون ومنهم ابن عربي، هؤلاء لا يعتقدون بخلافة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فلذلك يأتي ويدعي أنه في مكاشفة أو في قضية أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يوصي ولم يخلف. وانت هذا من أين؟ لأنه أنسه الذهني من الصغر، والبيئة المعادية لأمير المؤمنين التي ربوه فيها آباء أساتذة جماعته، هذا دعا إلى أن يتصور هذا الأمر. وهذه أيضا أو ادعى مثلا أن ختم الولاية به، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء، هو يعني ابن عربي خاتم الأولياء هكذا. يقول في رؤيا مفصلة مكاشفة بينة قطعية واضحة أنه أنا شفت أن الرسول صلى الله عليه وآله أعطى لي ختام الولاية، مو الإمام الحجة اللي هو خاتم الأولياء والأئمة، لا أنا، لأنه ما يعتقد بالإمام طبعا، فيقول أنا. هذه المشكلة، كل المشكلة أنه في الشيعة من يعتقد بالجلالة قدر هذا الرجل، ليس هذا الرجل فيلسوف عالم في علمه إلى تبحر كبير، هاي قضايا قد لا نختلف فيها، ولكن أن نأخذ العقائد الحقة من مثل هذا الرجل اللي هو منحرف في شأن الإمام، منحرف حتى في شأن التوحيد، يدعي قضايا ثبت بالضرورة بطلان تلك القضايا. المشكلة هنا أنه هذا الذي بمأنوساته الذهنية وبمكاشفاته التي هو يدعي أنها قد تكون من الشيطان، يدعي أمور غريبة، هذا أمر باطل. بعض الأحيان من التوهمات والتخيلات، هو هذا ابن عربي يقول رأيته في رؤيا صادقة ومكاشفة أن الرسول صلى الله عليه وآله واقف وبين يديه الأنبياء كلهم، وعلى يمينه الأول وعلى يساره الثاني وكذا، هنا أعطى لي خاتم الولاية، وهذا كلام قطعا باطل لا شك في بطلانه، وهو يدعي أنه مكاشفة بينة، مكاشفة قطعية. هي مو مكاشفة، هذا توهمات، إما رؤية شيطانية أو توهمات أو استئناس الذهن، هذه قضايا قطعا واضح بطلانها عند أصحاب المذهب الحق. أو في قضية أخرى يقول بالمكاشفة رأيت أن الذبيحة هو إسحاق، فالقيصري في الشرح على الفصوص يجي يقول هذا خلاف القرآن وخلاف ما عليه عامة المسلمين، كيف يكون إسحاق هو الذبيح مع أن إسماعيل هو الذبيح؟ هنا قضية بينة متواترة قطعية. بعدين هو القيصري يعتذر له
أنه هذا يمكن يكون مأمور من قبل، بما أنه خاتم الأولياء فهو مأمور من قبل الله عز وجل بهكذا بيان. هم يقول أخطأ في هذه القضية، ليش؟ لأنه لو ثبت خطأه في مكاشفة يراها قطعية فحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. من قال بباقي مكاشفاته ليست زائفة ومزيفة؟ فلذلك لازم يجي يوجه. في الفصوص، في شرح الفصوص القيصري يقول أن المشاهدة والرؤية قد تكون، شوفوا، بعض الأحيان أوهام، تخيلات. شنو منشأ هذه التخيلات؟ هو يسميها ضعف في العقل أو ضعف في البدن. يعني واحد صار لجوعان فترة ما ماكل، هذا ضغط صاير على أعصابه فيتوهم توهمات، مو ذاك الذي أخذوه إلى أحد الخلفاء العباسيين فكان يدعي أنه نبي، فالخليفة شاف هذا ضعيف وأصفر لونه، مبين هذا ما ماكلت له طعام فترة، قال أنت نبي، اسجنوه في مطبخ القصر، هناك خليه يروح يأكل. في المطبخ صار الأسبوع، ورا أسبوع رجع له، قال طلبه، شافه لا خوش زين، شوية الدم رجع لوجهه زين، يعني مبين هناك جيد يعني كأنه. فقال له الخليفة خلال هالفترة هل نزلك عليك الوحي؟ قال نعم نزل علي الوحي. قال شنو الوحي؟ قال لي الوحي ابقى في مكانك، هنا خوش مكان خوش مكان أنت الآن موجود فيه. بعض الأحيان التوهمات والتخيلات منشأها ضعف الأعصاب. لاحظوا القيصري ماذا يقول؟ يقول إن المشاهدة والرؤية قد تكون من اختلاق التخيلات الفاسدة، وقد يكون سببه عدم صحة المزاج الشخصي. واحد مريض الضعف مسيطر عليه، والمزاج الدماغي أو مخ الدعي، فيشوف يتخيل يتوهم، مو هذول اللي يأخذون حبوب الهلوسة حقيقة يتخيل ده يطير بالسماء. شنو هذا؟ فد هجوم، فد نوع من تخدير للدمار، فيتخيل هذا، هم يتخيل أنه رأى أن الرسول صلى الله عليه واقف وعلى يمينه فلان وعلى يساره فلان. غير أنه مما يدل على بطلان هذه المكاشفات الدعاوى المتعارضة، يعني واحد يجي يشوف واحد يدعي مكاشفة أن أمير المؤمنين، طبعا عرفاء الشيعة مثلا، يدعي المكاشفة أن أمير المؤمنين على يمين رسول الله، ذاك اللي من عرفاء العامة يدعي المكاشفة أن فلان على يمين رسول الله، فالدعويان متعارضتان لا يمكن الالتزام بأحدهما، وإحداهما تكذب الأخرى. زين، هذه التثمين للبحث السابق. النقطة الثانية، في ضرورة التأليف. الإسلام والقرآن يحث على أمرين بعد العلم، الخطابة والكتابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الخطابة. وفي الآية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. فهناك تأكيد على التأليف. وفي الروايات الكثيرة، احفظوا العلم بالكتابة، ما حفظ فر وما كتب قر. ودائما طبعا كيف وصل إلينا روايات المعصومين لولا الكتابة؟ النتيجة واحد ينسى، إذا هم نقل يمكن يموت، بس اللي يكتب يبقى ويكون مخلدا. والتأليف يكسر حاجزين، يكسر حاجز الزمان ويكسر حاجز المكان، كما ذكره المرحوم الأخ في إحدى محاضراته. وحل من يألف، يمكن أنا أخطب في مكان يحضر خطبتي والمحاضرة 100 واحد، 200 ألف، 10 آلاف، الآن خب بالفضائيات يمكن مثلا يشوفوا 50 ألف أكثر آخر. بس لما أكتب هذا يمكن الكتاب ينتشر حتى الأماكن اللي ما بيها فضائيات، غير الفضائيات 3 مرات 2 3 مرات، سنة سنتين وتنتهي. فهذا ينتشر زمانا، الشيخ المفيد ألف والآن فوق 1000 سنة كتبه موجودة،
ولو لم يؤلف خلاص لما تذكره أصلا حتى الشيخ نفسه. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله يؤكد يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ورقة علم ينتفع بها، أو ولد صالح يدعو له. طبعا هذا من ذكر الخاص بعد العام لأهميته، لأن الصدقة الجارية ورقة علم هي صدقة جارية أيضا، ولكن لماذا أفرد بالذكر؟ لأهميته. ذكر الخاص بعد العام هذا يكون لأهمية الموضوع. السيد الوالد رحمه الله في بعض كتبه ذكر أنه كان في كربلاء كتبنا، كنا نكتب مجموعة من الكتب عن الشيعة والتشيع. من هم الشيعة؟ نطبع 50,000-70,000 ونبعثها إلى السعودية ليوزع في فترة الحج بصعوبات تلك الفترة. فيقول أحد أصدقائنا قال أنا كان عندي كتاب ورحت إلى الحمام، فلما طلعت من الحمام أعطيت اللي كان جالس على باب الحمام المبلغ اللي هو يطلبه لمن يذهب للحمامات المرافق الصحية أو الحمام يعني يستحق. فيقول كان هذا الكتاب وياي أعطيته. من هم الشيعة؟ يقول أخذ الكتاب عندما رأى كلمة الشيعة القلب بالكتاب، يقول أنا هم رأساً طلعت مغضب هو وألقى الكتاب. يقول ورا فترة ضررته بعد أيام أن أذهب إلى نفس الحمام، رحت خلسة حتى يقول لي يتعرف علي يريد يصيح علي أو شيء، دخلت للحمام ورأساً طلعت اضطيت للفلوس حتى رأساً أطلع، قال لا ما أخذ منك. قلت له ليش؟ قال في الواقع أنتوا الشيعة كان يعني المتصور لنا اللي صوروه لنا أنه روافض مشركون كذا كذا. أنا هذا الكتاب لما أعطيتني بعدين أخذته، قلت خلي أشوف. طالعته في المطالعة الأولى السريعة شفت أنتوا الشيعة إما الفرقة الحقة أو أحد فرق المسلمين مو كفار روافض. ففي البداية وصلت إلى هذه القناعة، بعد ذلك يمكن حصلت على كتاب آخر أو أعدت النظر في هذا الكتاب واستفسرت، شفت احنا علمانا كلهم كانوا يكذبون، اذا الحق فيكم ومعكم ومنكم، فانا مستفسر وما اخذ منك الفلوس. شوفوا الكتاب الفكره عندما ينشرها الانسان تصل. فسالت اوديه انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها، بالنتيجه هذا الفكر اذا يرى له لنفسه محلا يجتمع في ذلك المحل ويؤثر. وقال أيضا السيد الوالد رحمه الله قضية لطيفة، يقول في عالم الرؤية رأيت نفسي في صحن الحسين سلام الله عليه وقبور علماء الخطباء مرتفع عن أرضية الصحن بمقدار إصبعين تقريبا، ومن كل قبر مجرى للماء كأنما رافد إلى حوض في منتصف الصحن، فالماء من قبور الخطباء يجري إلى داخل الصحن والزوار والناس يأتون يتوضون يشربون من هذا الماء. إلا أحد الخطباء ما كان إلى هذا المجرى أو النهر الصغير الرافد، فقام من قبره والتفت إلى سيد الشهداء قال له سيدي ومولاي لما لي هذا النهر، لما ليس لي هذا النهر؟ يقول الإمام رفع كفه اليسرى وبكفه اليمنى كأنما يكتب، قال لأنه ليس لك كتاب. تمام ألف خلاص. السيد يقول في عالم الرؤية شفت الشيخ عبد الزهر الكعبي رحمه الله أيضا له نهر من قبره إلى هذا الحوض. فلما قمت كنت مستغرب أن الشيخ عبد الزهر ما له تأليف، كانوا وياه. فقال بعد فترة اجى في بالي انه وراء وفاته مقتله للحسين سلام الله عليه الذي كان يرتله بالصوت الشجي لا زال هو حي، هذا طبع وعشرات المرات طبع هذا الكتاب، هو هذا صار خير له والناس ينتفعون من علمه وببركته. لذلك هنا الرسول صلى الله عليه واله في هذه الرواية ايضا يؤكد على قضية التأليف والكتابة، ضرورة التأليف، ضرورة الكتابة.
طبعا في هذه الرواية سبع أو ست سبعة من المعجزات على يد رسول الله تظهر صلى الله عليه وآله، فهي رواية لطيفة وفيها أكثر من معجزة لإثبات نبوته وصدقه. لاحظوا، خلينا نكمل الرواية. قل له يا أبا جهل، إن الرسول يقول للرسول صلى الله عليه وآله، يقول لمن أرسله أبو جهل، ارجع وقل له يا أبا جهل إنك وصلتني بما ألقاه في خلدك الشيطان، الشيطان ألقى في نفسك هذا الأمر، وأنا أجيبك بما ألقاه في خاطري الرحمن، إن الحرب بيننا وبينك كائنة إلى 29 يوما. هذه القضية الأولى والكرامة الأولى، المعجزة الأولى، يخبر عن وقوع الحرب، هذه حرب بدر، عن وقوع الحرب بعد 29 يوم، وإن الله، شوفوا القضية الثانية، الإخبار الثاني، إن الله سيقتلك فيها بأضعف أصحابي، صحابي ضعيف، ضعيف البدن وطبعا ضعيف الإيمان، لأنه هذا الصحابي اللي أنا نذكره كان كأنما في قضية، مع أنه كان متمايل لأمير المؤمنين ولكنه لم يصدر منه موقف في قضية السقيفة، فالبعض يشكك في ولاء الأمير المؤمنين، يمكن بأضعف أصحابي يعني بدنا وعقيدة، وأن الله سيقتلك فيها بأضعف أصحابي، وستلقى أنت وشيبة وعتبة والوليد وفلان وفلان، وذكر عددا من قريش في قليب بدر، يعني بئر بدر أو قليب، يعني بئر، مقتولين، هناك أتوا كلكم مقتولين، أقتل منكم 70 وآسر منكم 70 وأحملهم على الفداء الثقيل، يعني مطابق إطلاق مقابل إطلاق سراحهم، هناك فداء ثقيل. ثم نادى جماعة من بحضرته من المؤمنين واليهود وسائر الأخلاط، نصارى كانوا يمكن مشركين كانوا، ناداهم قال ألا تحبون أن أريكم مصرع كل واحد منهم، بدون شوفون أن أراويلكم بالتحديد المكان الدقيق لقتل أبي جهل وفلان وشيبة وعتبة وكذا، هلموا إلى بدر فإن هنالك الملتقى والمحشر، الحرب إذن في بدر، هذه قضية أخرى يذكرها رسول الله غيبا، ليش هناك اجتمعوا، غير مكان كانوا يمكن يجتمعون في المقاتلة، وهناك البلاء، يعني الابتلاء، البلاء الأكبر، الابتلاء الأكبر والامتحان، لأضع قدمي على موضع مصارعهم أريكم، ثم ستجدونها لا تزيد ولا تنقص ولا تتغير ولا تتقدم ولا تتأخر لحظة ولا قليلا ولا كثيرا، نفس المكان، هنا أبو جهل يقتل نفس المكان تجدوه، فلم يخف ذلك على أحد منهم ولم يجبه إلا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وحده. يعني القضية صعبت عليهم، بدر بعيد عن مدينة مسيرة أيام، بس نجي ونروح ويا رسول الله عدة أيام حتى يرينا، من اللي يجي يسمع كلام رسول الله إلا سيف الله الغالب علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. فلم يخف ذلك على أحد منهم ولم يجبه إلا علي بن أبي طالب عليه السلام وحده، قال نعم بسم الله. فقال الباقون نحن نحتاج إلى مركوب وآلات ونفقات، آلات يعني يمكن أسلحة، يمكن قطاع الطرق يهجمون علينا مسيرة أيام، ولا يمكننا الخروج إلى هناك وهو مسيرة أيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لسائر اليهود فأنتم ماذا تقولون؟ فقالوا نحن نريد أن نستقر في بيوتنا ولا حاجة لنا في مشاهدة ما أنت في ادعائه محيل. يعني كلام غريب خارج عن وجهه الصحيح، تريد تروح هناك وتخبرنا عن الغيب اللي يقع بعد 29 يوم، ومن اللي يثبت من اللي شنو ورانا مسيرة أيام، عندنا أشغال في بيوتنا. طبعا ذكر المؤرخون أن المسير بين المدينة إلى بدر كم منزل كان في الطريق، بس السبعة أخذنا الوقت لا نذكره. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
لا نصب لكم في المسير، يعني لا تعب. لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، يعني تعب في قضية الحوت. لا نصب يعني ما تتعبون، بخطوة واحدة تخطونها، الخطوة الثانية أنتم في بادر وعند بئر بادر. لا نصب لكم في المسير إلى هناك، أخطوا خطوة واحدة فإن الله يطوي أن يجمع الأرض لكم ويوصلكم في الخطوة الثانية إلى هناك. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.